يعني مؤشر لوحده ما يصلح تشتغل عليه اطلاقا، لازم تعرف المؤشر، هذا المؤشر هو هل هو من مؤشرات القياديه او مؤشرات الليدنج او اللاجنج او المؤشرات المتذبذب او مؤشرات في الاتجاه الصاعد استخدمها او استخدمها في الاتجاه، يعني يا اخوان مثلا البولينجر باند. البولينجر باند متى نستخدمه؟ متى افضل وقت لاستخدام البولينجر باند؟ في الاتجاهات العرضيه يصبح المؤشر فعال جدا في الاتجاهات العرضيه، يعني يكون ممتاز. وهكذا يا اخوان يجب ان تعرف المؤشر هذا. احنا اليوم تعرفين يا اخوان يمكن المحاضره يمكن 50 دقيقه، يعني اذا كان كورس الار اس اي 4500 دولار ياخذ اسبوعين تقريبا، فما بالك في 50 دقيقه. يعني احنا بس بنعطيكم اضاءات يا اخوان، اضاءات على هذه المؤشرات وكيف ممكن نستفيد منها. طبعا انا دوري الان يا اخوان بتكلم عن استخدامات هذه المؤشرات كتجاره، يعني كمتاجره، يعني بفتح المنصه، بفتح المنصه يا اخوان تمام، نفتح جو احد العملات، يعني خلونا ناخذ مثلا عمله الباوند ين مثلا تمام، ونشوف كيف ممكن نستخدم المؤشرات في اشارات البيع والشراء وكيف ممكن نستخدمها عشان نستفيد. زي ما تعرفون يا تعرفون يعني ابو رسيل، يعني ما احب انظر كثير صراحه الامان، اللي يعني احب اعطيكم المفيد تمام، احب اعطيكم المفيد. فراح نتكلم الان باذن الله عن الاستخدامات لهذه المؤشرات. عندنا راح اقول لكم الخمس استخدامات الرئيسيه لهذه المؤشرات بصفه عامه. اول شيء يا اخوان عندنا حاجه اسمها الدايفرجنس، هذا مهم جدا، الانحرافات. راح نتعلم عن الانحرافات على السريع. والاستخدام الثاني اللي هي استخدام التقاطعات، يعني مثلا متوسط 20 يتقاطع مع متوسط 50 مثلا، فهنا في اشارات دخول واشارات شراء واشارات بيع واشارات وقف خساره واشارات خروج، في تعطيك دلالات واضحه جدا. عندنا اختراق خط المنتصف لهذه المؤشرات، مثلا الار اس اي يا اخوان مثلا تجاوز لل 50 إشارة، عودة للخمسين ثم الارتداد إشارة، وهكذا. وعندنا مثلا خط الماكدي، خط الماكدي يا أخوان، يعني لو بنزل خط الماكدي، فين حبيبنا الماكدي؟ أوكي، يعني عندك الماكدي هنا، هذا خط المنتصف تمام اللي هو الزيرو، هنا اختراقه يعطيك إشارة تمام، اختراقه هنا يعطيك إشارة، كسر خط المنتصف هنا يعطيك إشارة. هذه أحد استخدامات هذه المؤشرات. وعندنا استخدامات خطوط التشبع، بمعنى يا أخوان لو نزلنا مثلا خلونا ناخذ أحد المؤشرات ستوكاستيك مثلا، اختراق استخدامه في خطوط التشبع، يعني عندنا مثلا خط السبعين خط الثمانين بالنسبة للستوكاستيك تشبع شرائي، وخط العشرين تشبع ايش يا اخوان؟ تشبع بيعي. فهو اذا 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 اخترق من هنا، اذا نزل تحت العشرين واخترق خط التشبع اللي هو العشرين هذا على فوق، فهذه اشارة دخول وهنا اشارة خروج تمام يا اخوان. وعندنا برضو نقدر نحط خط منتصف لاي من المؤشرات التذبذب، مؤشرات التذبذب. فعندنا خمسة استخدامات اللي هي الدايفرجنس واستخدام التقاطعات واختراق خطوط المنتصف، وعندنا الدايفرجنس طبعا واستخدام خطوط التشبع. اول شيء يا اخوان راح نتكلم عنه اللي هو مثلا خلينا ننزل الار اس اي، راح نتكلم عن ثلاثه مؤشرات تقريبا، ماك دي وستوكاستيك وار اس اي، عشان نكون يعني لانها هي تقريبا الاكثر استخدام. طيب خلوني مثلا هذا الشارت اللي قدامنا يا اخوان، انا كيف استخدم مؤشر خلونا نحذف هذا، كيف نستخدم مؤشر، نتكلم عن الار اس اي. طبعا الانحراف يا اخوان او الدايفرجنس، وش الدايفرجنس؟ الدايفرجنس باختصار يا اخوان هو مقارنه يا اخوان بين المؤشر نفسه وبين السعر، بين سعر الزوج نفسه او العمله او السهم اللي احنا فيه تمام. يعني مثلا عندنا هنا في قاعين تمام، هذه القاعين صاعده
اتفقنا يا اخوان. القاعين اللي هنا معاها، شوف القاع تبع الار اس اي هذا هو، تمام، مع القاع هذا. هنا الحركه ايش شايفينها يا اخوان؟ حركه توافقيه طبيعيه ما فيها اي مشكله. السعر مكون قاع، الار اس اي مكون قاع، القاع الجديد اعلى من القاع القديم، وهنا القاع الجديد اعلى من القاع القديم. هذه الحركه طبيعيه، ما عندنا اي مشكله فيها، يعني هذا هو الطبيعي اللي لازم يصير. اللي مو طبيعي يا اخوان، اللي مو طبيعي اللي هو يسمى الدايفرجنس، اللي هو اختلاف القمم، القمتين القاعين هذه عن قيعان المؤشر او قمم، تمام. خلونا نشوف هنا، خلونا نشوف هنا هذه القمتين يا اخوان، ايش شايفين القمتين هذه؟ كبر شوي. او ناخذها هنا يا اخوان عشان تبان اكثر، ناخذها عشان في ناس. اتفضل. انا ما بسمع. سامعني؟ ايوه. هل الصوت واضح بالنسبه للجميع؟ هل كلهم كويسين معانا؟ في مشاكل بالصوت او الصوره؟ طيب جميل جميل، لانه انا حسيت انه في مشكله لانه ما في تفاعل، فخفت انه يكون في اشكاليه فنيه او كذا. خلاص تمام. بعتذر انا. طيب طيب ماشي الحال. طيب يا اخوان، الدايفرجنس، الدايفرجنس هنا القمة هذه الأخيرة، خلونا نقول له هذه واحد وهذه اثنين، مظبوط. نشوف القمة اللي معاها، القمة اللي معاها بالضبط اللي هي هذه هنا، القمة اللي هنا والقمة هذه، كيف شكلها يا اخوان؟ شكلها زي كذا. إذا هنا هذا في عدم توافق، يعني القمتين اللي هنا اعلى من بعض، المفروض ان القمتين هذه تكون مثلا اعلى من بعض، هذا المفروض، تمام. لكن اللي ساير معانا انه ايش؟ انه في قمتين اقل من بعض، فهذا يسمى دايفرجنس. طبعا هنا سلبي بالنسبه لهذا، سلبي، تمام. طبعا لا يكفي لوحده الدايفرجنس يا اخوان، لازم مثلا ترسم خط اتجاه هنا، واذا انكسر تمام تدخل معاه بيع، تمام، ويكون معاك الدايفرجنس يدعمك في الصفقه. طيب خلونا انا جايب لكم هذه عن الدايفرجنس، تمام. الدايفرجنس هو اختلال بين القمم والقيعان، يعني هنا خلونا ناخذ القيعان، هذا هنا البرايس، تمام، اللي هو سعر السهم او العمله، وهنا الانديكيتور. اي اختلاف هنا، في اختلاف بين القمم والقيعان، هذا دايفرجنس ايجابي، تمام يا اخوان، هذا الدايفرجنس ايجابي. طيب نجي هنا، ايش رايكم في هذه؟ هذا الدايفرجنس ايجابي، لانه في اختلاف بين القمم، بين القيعان في هذه الحاله، اللي بالاصفر كذا، في اختلاف بين القيعان، تمام. طيب هنا يا اخوان، هنا السعر، مكون قاعين، مكون قاعين، بينما الانديكيتور معطيني قاع اعلى من قاع، بالتالي هذا برضو دايفرجنس ايجابي. طيب متى هذا الايجابي مع القيعان؟ تمام. السلبي يا اخوان، السلبي يكون البرايس اللي هو سعر السهم مسوي قمم اعلى من بعض، بينما المؤشر مثلا الار اس اي مسوي قمتين اقل من بعض، هذا مؤشر خطير، تمام، هذا مؤشر يعني سلبي. طيب اذا كان، السعر، مسوي قمتين اقل من بعض، بينما الانديكيتور مسوي قمتين اعلى من بعض، هذا الدايفرجنس خفي يا اخوان، يسمى خفي وهو سلبي. اذا يا اخوان بصفه عامه، اي اختلال، في حركه السعر اللي هو سعر السهم او العمله مع الانديكيتور، هذا يعتبر دايفرجنس، تمام، دايفرجنس، وممكن تستخدمه في صالحك، ممتاز. طيب يا اخوان، خلونا نطلع هنا الدايفرجنس سلبي. شوف يا اخوان هنا، هذه في قمه، قمتين اعلى من بعض،
تنزل معاها على المؤشر بتلاقي ايش موجود يا اخوان، قمتين اقل من بعض. هذا الدايفرجنس سلبي، من هنا تقدر يعني تقدر تتخذ قرار. تمام، طبعا زي ما قلت لكم يا اخوان، انت يدعمك هنا، انه الاتجاه مثلا هابط وارتفع ووصل للقمه هذه، تمام، وانت منتظر في المنطقه دي، منتظر اشاره في هذه المنطقه كذا، هنا في هذه المنطقه بالضبط منتظر اشاره هبوط. تمام، تقدر ترسم خطك مثلا من هنا كذا، تمام، واذا كسر تدخل معاه، تمام، وتاخذ ال 146 نقطة. فهذا الدايفرجنس مفيد جدا يا اخوان لل طبعا بس لحظة، لازم نعرف يا اخوان انه مو في اي يعني لازم الصفقة تكون تدعمك، يعني لو الهبوط، لو الاتجاه هابط، يعني دائما نشتغل مع الاتجاه، يعني الاتجاه هذا هابط، هذا الاتجاه هابط يا اخوان، تمام؟ تحاول صفقاتك تكون بيع باستخدام الدايفرجنس السلبي. اوكي؟ لانه الاتجاه مهم جدا في اتخاذ اي صفقه، يا اخوان، على اي مدرسه، على اي مؤشر، تمام، لازم تشتغل مع الاتجاه، يعني الاتجاه هابط هذا يجب ان تشتغل مع الاتجاه. طيب خلونا نشوف صفقه الدولار كندي اللي هنا. شوفوا يا اخوان الصفقه هذه اللي الحمد لله الله وفقنا فيها اليوم. ايش شايفين هنا يا اخوان؟ تعال نشوف، خلونا ناخذ الحته دي فقط. طبعا الاتجاه، خلونا بس نشوف اتجاه العمله. اتجاه العمله هابط، حطه على 4 ساعات هابط، على الساعه هابط، فانا منتظر اشاره سلبيه. طبعا انا سويت رسمت على القيعان بهذا الشكل، تمام، وصل معايا هنا. خلونا نيجي على النص ساعة، نكبر الموضوع شوي. ايش شايفين يا اخوان؟ شايفين في القمتين، هذه على مستوى واحد، بينما السعر كان ايش؟ كان السعر القمتين فيها ميول وفيها بعض الميول والهبوط، تمام؟ طيب يا اخوان خلونا نروح على حاجه ثانيه. الدايفرجنس وصلت الفكره يا اخوان، يعني هو انا اعتبره من اهم استخدام للمؤشرات. طبعا نقدر نستخدمه على الماك دي، نقدر نستخدمه على الستوك استيك، نقدر نستخدمه على السي سي اي. تعالوا نجرب السي سي اي. طيب ايش الفرق بين الار اس اي والسي سي اي يا اخوان؟ هي نفسها، نفس الوظيفه، ولكن انه السي سي اي اللي هو هذا اسرع، شوي من الار اس اي، الار اس اي، اللي هو نفس الوظيفه. وانا صراحه دائما يا اخوان انقد على بعض الشباب حاجه اللي هي رص المؤشرات تحت بعض بدون معرفه، يعني حط لك سي سي اي وار اس اي مع بعض. طيب انت وش تستفيد منها؟ الاثنين هي نفسها، يعني شو شايفينها نفس القراءة، نفس الفكرة تعطيك، يعني انت وش مستفيد يوم ترصها؟ فانت لازم تعرف ايش قاعد تسوي، يعني حط المؤشرات اللي تخدمك، مش بس يعني لانه في مئات المؤشرات ولازم تعرف كل واحد وش قاعد يسوي. طيب يا اخوان نرجع لاستخدام خلونا نروح هذا الار اس اي. طيب خلونا نبدا في الار اس اي، نشوف الاشاره الثانيه في الار اس اي. الار اس اي يا اخوان عندنا خط ال 50، طبعا زي ما احنا شايفين يا اخوان هنا التشبعات. خلونا نشتغل الان على الاستخدام الثاني اللي هو الاستخدام الخطوط التشبع. خطوط التشبع عندنا هنا اللي هو خط ال 30 وخط ال 70، تمام. اذا نزل تحت خط ال 30 هنا في المنطقه هذه، هنا نقول انه في تشبع في البيع ونتوقع صعود، اوكي. واذا ارتفع فوق خط ال 70 نقول انه ايش؟ انه تشبع شرائي، يعني المشترين زاد عددهم واصبح في تشبع في الشراء، تمام. والمتوقع انه يهبط.
لكن في حاجه، في خاصه في الاسهم يا اخوان او حتى في العملات، احيانا يصعد يا اخوان فوق ال70 ويكون اسهم على قولهم اسهم الطفرات في السوق السعودي مثلا، اسهم الطفرات ما تجي الا يكون الار اس اي تمام فوق ال70، يعني يجلس فوق ال70 ويروح ال80 ال90 ويجلس فوق هنا شهور تمام. يعني انا اخبر مره شمس كانت عند ال42 وكنت شاريها انا ب37 لما وصل ال42 وكان المؤشر بهذا الشكل هنا عند المنطقه الصفراء هذه، قلت خلاص في تشبع، هذا كلام زمان، قلت خلاص في تشبع انا لازم ابيع. طبعا طار السهم وصل ل72، من 42 صعد لل72 وكان في تشبع، ولكنها يا اخوان هذه حالات، يعني حالات مش دائما. اللي دائما يصير انه اذا وصل تشبع ينزل، هذا اللي غالبا سوري يعني هذا الغالب، لكن فعلا اسهم الطفرات تكون متشبع جدا، ويعني وهذا احد عيوب طبعا المؤشرات، ولكن احنا نستخدمها الاستخدامات الامثل يا اخوان بهذا الشكل. الدايفرجنس عندنا استخدام، وعندنا الاستخدام الثاني انه اذا صعد هنا، يعني بقول لك شغله، يعني لو انت في العمله هذه وانت واصل هنا، خلونا نقول انت واصل هنا وتبغى، هل من المعقول مثلا زي كذا، هل من المعقول انك تشتري والار اس اي مثلا متشبع والاتجاه هابط؟ يعني شوف الفكره دائما يا اخوان متكامله، يعني احنا عندنا اتجاه هابط شايفينه، هذا اتجاه هابط، وعندي ار اس اي متشبع فوق ال70، وعندي السعر هنا في القمه هذه، والقمه هذه كمان ها منطقه مقاومه كلاسيكيه عاديه، قمه سابقه عادي تمام. بسألك سؤال، يجي واحد يشتري هنا، تشتري هنا ليش؟ سؤال يعني سؤال، الاتجاه هابط والسهم او الزوج هذا والعمله هذه في القمه، في قمه الموجه، وعند مقاومه، والار اس اي هنا، خلاص انت هنا تنتظر المفروض تشبع، او تنتظر يا اخوان تنتظر دايفرجنس مثلا تمام. هنا ما صار في دايفرجنس، مو دائما يصير في دايفرجنس، تنتظر اي اشاره من اشارات هذا المؤشر حتى تخرج. طيب الاشاره الثالثه، في طريقه يا اخوان اللي هي رسم الترندات لو ترند لاين هذا مثلا على المؤشر بهذا الشكل. يعني شوف انا تعاملت مع المؤشر الان كانه سهم او كانه عمله، ماشي الحال. فلما ارسم من القاع واصعد للقاع هذا الثاني الصاعد واشد الخط، فكانه ايش يا اخوان؟ كانه اتجاه صاعد وكسر. كسر فين؟ كسر في هذه المنطقه. جميل، خلوني اشوف اوريكم بس فين كسر. هنا في هذه المنطقة انكسر، هنا في هذه المنطقة، فهنا يعطيك المفروض انه يعطيك اشارة بيع. شايفين كيف تذبذب شوي بعدين هبط تقريبا 120 نقطة تمام يا اخوان. فهو هذه احد استخدامات الار اس اي تمام. بعطيكم حاجة ثانية مثلا في رسم الترندات، ممكن ارسم ترند زي كذا، وعند الاختراق هنا شايفين كيف؟ طبعا عندنا هنا مثلا، هنا عند الاختراق تمام اعطاك فرصة ثانية ب60 نقطة واضحة جدا، يعني انت حتبيع هنا خلاص، هذا هنا عند القمة هذه هذا هدفك تمام؟ وقف خسارتك قريب مثلا 20 نقطة 30 نقطة 25 نقطة وهدفك 60 نقطة، جميلة، صفقة جميلة مع اختراق الار اس اي للقمم اللي انا رسمت عليها الترند هذا. ممتاز يا اخوان. طيب تقدر ترسم ترند على اي مكان يا اخوان، تقدر ترسم زي كذا عادي، ومن هنا تدخل بيع، من هنا يا اخوان بالضبط مع الكسر، شوفوا الكسر فين كان، الكسر مع هذه الشمعه طبعا يتوافق مع رسم ترند بهذا الشكل تمام. تنتظر من المؤشر، هنا استخدامات المؤشر، يعني شوفوا يا اخوان احنا عشنا دحين يمكن 10 دقائق عشناها مع المؤشر ار اس اي بعده استخدامات، استخدمنا الدايفرجنس
في حال وجود دايفرجنس. طيب ما في دايفرجنس خلاص يعني المؤشر يصبح لا، في استخدام ثاني اللي هو الاستخدام التشبعات اللي هو خطوط التشبع هذه، تمام؟ وصل لها هنا مره وهبط، وصل لها مره ثانيه وهبط، وصل لها مره ثالثه قرب منه وجالس يهبط، تمام؟ طيب في حاجه برضو اقدر استخدم المؤشر، مثلا ارسم هذه قمه، ارسم عليها زي كذا وصل القمه يا اخوان، تمام؟ وصل القمه عادي جدا، كاني برسم على سهم، كاني بتعامل معاه على سهم. طيب في واحد يسالني دحين يقول لي يا ابو رسيل لو كون المؤشر راس وكتفين، لو هذا المؤشر نفسه المؤشر ار اس اي كون راس وكتفين، لو كون مثلا دبل توب دبل بوتوم دبل مش عارف ايه، صراحه هذا ترف في التحليل، انا اعتبره يعني ما انا ما ادري، بس يا اخوان يعني لا تزودوها مره يعني مش للدرجه دي، لكن الاستخدام بالترندات هذا معروف، تمام؟ بالرسم الترندات واستخدام الكسر والاشياء هذه زي ما احنا استخدمناها الحين، هذه كلها اشياء معروفه، تمام؟ فايش ايش ايش باقي عندنا يا اخوان نستخدمه في يعني استخدامات المؤشرات؟ قلنا في خمسه استخدامات عشان ما ننسى. الاستخدام الاول الدايفرجنس شرحناه، الاستخدام الثاني التقاطعات، تمام؟ وهذا التقاطعات تكون مع المؤشرات مثل الستوك استيك او المتوسطات، لما نحط متوسط 100 مع 50 20 مع 50 وفي الار اس اي، طبعا هذا الشرط غير موجود لانه المؤشر الستوك الار اس اي هو عباره عن خط واحد يعني ما في خطين زي الاستوكاستيك، فهذه هذا الاستخدام نستخدمه مع الاستوكاستيك والماك دي. طبعا استخدام الرسم زي ما احنا شايفين والترندات، وايضا استخدام خطوط التشبع كلها طبقناها على مؤشر الار اس اي وشفنا كيف ممكن نستفيد منه، تمام يا اخوان؟ وطبعا يا اخوان حاول انك تدمج دائما الدمج، يعني استخدام المؤشر لوحده كذا غير سليم، يعني ما يصح الا مع ايش؟ مع دراسه اصلا حركه السعر. يعني يا اخوان تشوف حركه السعر هابطه، تمام؟ فانت تستخدم تحاول تطلع المقاومات الدعوم، طبعا هنا تشتغل على المقاومات بس، اي مقاومه هنا عينك على الار اس اي تبدا تكتشف الاسرار تبع الار اس اي، سواء كسر خط الترند هذا او دايفرجنس او تشبع او كسر خط المنتصف. طبعا المنتصف هنا يا اخوان اللي هو ال 50 عندنا معروف يا اخوان، اذا تجاوز ال 50 ايجابي يعني يدخل في الايجابيه، واذا كسر ال 50 تمام يدخل في السلبيه، واحيانا يخترق ال 50 ويختبره ويصعد، او يكسر ال 50 ويختبره ويهبط، تمام؟ هذه احد الاستخدامات للمؤشر. طيب يا اخوان خلونا الحين شرحنا خمس استخدامات على الار اس اي، خلونا نشيل الار اس اي الان ونعطيكم مؤشر اخر اللي هو مثلا الستوكاستيك. الستوكاستيك يا اخوان من اجمل المؤشرات، للامانه من اجمل المؤشرات. خلونا نغير الفريم. شوفوا يا اخوان الاستخدامات الخمسه في هذا المؤشر هي كالتالي: اول استخدام هو وصوله فوق الثمانين، تمام؟ طبعا المؤشر اذا تجاوز الثمانين زي هنا مثلا، تجاوز الثمانين وبدا يهبط على تحت شوي زي كذا، هذه اشاره دخول بيع او تشبع شرائي خلاص. طيب يا اخوان بقول لكم شغله، السوق هابط الماركت هابط او زي ما احنا شايفين، واخينا الفاضل الاستوكاستيك معطيني تشبع، تمام؟ اروح انا هنا واشوف اي اشاره يا اخوان، اشاره من الشموع، دايفرجنس، تشبع، على طول ادخل بيع، يعني بمنتهى البساطة لا أحد يعقدها، يعني لا تعقدون الأمور. هي خمسة استخدامات بالنسبة للمؤشرات. التشبعات هذه أحد استخدامات، خلاص إذا كان متشبع وتشوف أنت الاتجاه هابط وهو متشبع وفي قمة، من هنا ندخل بيع، إيش المانع ما ندخل بيع من هنا؟ هذا أحد الاستخدامات. طيب الاستخدام الثاني الدايفرجنس، تمام؟ دايفرجنس تعالوا نشوف دايفرجنس مثلا، خلونا نشوف، أنا شايف دايفرجنس هنا واضح جدا. طبعا
انت عينك على المؤشر يا اخوان مو معناته انه في كل مكان في دايفرجنس. اذا تكون دايفرجنس وشفت الدايفرجنس وكان واضح تمام اعتمده، اذا ما كان واضح لا تحاول دائما يعني يعني بالقوه يكون في دايفرجنس مثلا. لا هنا يا اخوان انا شايف هنا في قمتين هابطه، شايفين معايا؟ هذه قمتين هابط، القمه هذه اعلى من القمه اللي وراها الثانيه تمام. طيب المؤشر، المؤشر اللي تحت معطينا ايش؟ هنا اقول له وقف، هنا عندك مشكله انت تمام يا اخوان. الدايفرجنس على فكره جميل، يعني اذا كان انا عارف المتاجرين او المتداولين في الاسواق يعني انا خليني احسن الظن فيهم واقول ان 60% منهم عندهم استراتيجيه. بمعنى يعني ايه استراتيجيه؟ يعني يا اخوان انا مثلا عندي استراتيجيه الحراك تمام، مثلا انا اشتغل على استراتيجيه، صح اني اعرف معظم مدارس التحليل الفني، قريت في الكتب، قريت في طبقت، لكن هذا لا يعني انه انا ارتحت مع الحراك والحراك اشوفها مثلا 70% ناجحه تمام، خلاص انا عندي استراتيجيه اشتغل عليها، لكن هذا لا يعني اني ما استخدم بعض المهارات. انت لازم يكون عندك بعض المهارات، من ضمن هذه المهارات مثلا الدايفرجنس من اهم المهارات في التحليل الفني، هذا اللي احنا شايفينه الدايفرجنس من اهم الاشارات يا اخوان في التحليل الفني، يدمج ويستخدم في جميع الاستراتيجيات. يعني انت عندك استراتيجيه تمام، انت مثلا عندك استراتيجيه من الجميل جدا انك تدمج معها عشان تتاكد تمام، تاكد من الصفقه مثلا اللي انت فيها تدمج معها الدايفرجنس كمهاره تمام. فعندنا هنا كان في دايفرجنس واضح، وزي ما تكلمنا يا اخوان انك الدايفرجنس هذا لا يكفي لوحده تمام، حلل السهم وشوف وش عندك تمام. يعني شمعه زي كذا، شمعه الليموزين هذه تمام، هنا بالضبط، يعني انا على الشمعه دي بالضبط كذا، هذه منطقه عرض اوكي، هذه منطقه عرض مثلا مدرسة العرض والطلب تمام، ديماند سبلاي، المدرسة هذه ممتازة جدا طبعا. هذه منطقة سبلاي يسموها تمام. منطقة السبلاي دائما يا اخوان هي المنطقة، يعني على السريع كذا معلومة، هي المنطقة التي هبط منها الماركت بقوة. لاحظوا الكلام يا اخوان، هبط سبلاي زون لمنطقة العرض، هي المنطقة التي هبط منها السعر بقوة، لازم يكون بقوة يعني لوموزين زي كذا تمام. خلاص هنا تصبح هذه منطقة مقاومة، ما فيها كلام ولا جدال، مجرد دخوله هنا وسوى الدايفرجنس على طول انت تدخل وهدفك القاع هذا مثلا 150 نقطة تمام، وقف خسارتك فوق 30 نقطة عاد انت حدد وقف خسارتك تمام. طيب يا اخوان نشوف، اذا هنا استخدمنا على المؤشر الاستوكاستيك، استخدمنا الدايفرجنس طبقناه، والتشبع خليني بس خلوه شويه، انا عندي كلام على التشبع خاصه على الاستوكاستيك. استوكاستيك يا اخوان ممتاز، هذا انا اعتبره اذا كان الماكدي شيخ المؤشرات فهذا الاستوكاستيك يعني كبيرهم تمام. استوكاستيك ممتاز جدا في الاستخدام. طيب استخدام التقاطعات، التقاطعات، التقاطعات دائما يا اخوان اذا كان فيه، اذا شفت يعني كذا بصفه عامه، اذا شفت في خطين زي كذا، واحد سريع واحد ايش؟ واحد بطيء، واحد سريع واحد بطيء. طبعا انا ما بتكلم عن الكي والدي والمعادله حقتها، انا ما يهمني، انا رجل مضارب تمام، لست اكاديمي، صح فهمتها عرفتها قريتها طبعا كمعرفه تمام، بس بعد كذا خلاص يعني انت حتشتغل في السوق تمام. تقاطع يا اخوان، التقاطعات هذه اشارات شراء وبيع، بمعنى اذا قطع الازرق هذا الاحمر على تحت خلاص من هنا بالضبط اشاره بيع تمام. طيب تقاطع من هنا اشاره شراء، طيب على طول اشاره شراء او بيع؟ لا لا مش على طول، اهدى شوي، يعني مو على طول كل ما اذا شفت تقاطع معناته خلاص اشتري وبيع، لا مو صحيح يا اخوان تمام، مش صحيح. دائما هذه يا اخوان تستخدم عند مناطق الكل زون نسميها احنا، مناطق الكل زون او مناطق، المناطق التي تمام اتوقع ان تعكس الاسعار تمام
ان تعكس يعني ان تنعكس ان تنعكس الاسعار منها. يعني هنا المنطقه دي انا متوقع من هنا انه تنعكس الاسعار بناء على استراتيجيه معينه او بناء على مثلا اي استراتيجيه يا اخوان عندك، انت متوقع من هنا تنعكس الاسعار على طول، تستخدم هذا الايش؟ اعتبره خبير او اعتبره واحد شاوره، تمام؟ فهو حيقول لك ايش؟ حيقول لك اوكي من هنا انا ارى برضو مثلك انه ممكن يهبط السعر، تمام؟ احذر يا اخوان من استخدام اشارات الشراء اللي من هنا في اتجاه هابط، بمعنى هذا الاتجاه يا اخوان هابط واضح قدامك هابط، تمام؟ تروح تشتري انت هنا ليش؟ عشان الشويه ذي؟ ايش تبغى بالشويه هذه وانت عندك هذا كله ما شاء الله تبارك الله، يعني عندك 600 نقطه ممكن تاخذها، عندك من هنا مثلا لين هنا حوالي 390 نقطه، ايش تبغى؟ تبغى تشتري من هنا وتاخذ هذه الشويه. فهمتوا فكرة انه نشتغل مع الاتجاه؟ اشتغل مع الاتجاه، خلي الاتجاه يعني ترند از ماي فريند، يعني معروف الاتجاه صديقي لنا او تاجر عكسه، هذه قاعدة عامة يا اخوان في السوق. انا عندي اتجاه هابط، يعني انا اليوم يا اخوان ايش خلاني ادخل هذه العملة سيل، حطيت على نص ساعة اتجاه هابط، تمام؟ تكونت معي استراتيجية، انا عندي استراتيجية، تمام؟ هذه قاع قاعين، اوكي؟ تكونت معي استراتيجية، طالع كيف الاستوكاستيك الآن هنا خدمني، طبعا أنا وصيت هنا في الشمعة دي بالضبط، تمام؟ الاستوكاستيك إيش كيف كان شكله؟ خدمني ولا ما خدمني؟ أعطاني خدمة مجانية، يعني كأنه يقول لي والله يا أبو رسيل أنت عندك استراتيجية وأعطتك بيع وأنا أقول لك برضو بيع، يلا توكل على الله، تمام؟ وهذا الاستوكاستيك يا أخوان من مؤشرات يعني ايش ابغى اقول لكم يا اخوان، الزخم يعني تعطيك سرعه تسارع، يعطيك تسارع في الحركه. طيب انا بعطيكم شغله تجربه خاصه فيها يا اخوان، ليست في الكتب ولا في اي مكان، تجربه خاصه فيها في الاستوكاستيك. انا ضغطت على الاستوكاستيك ضغطتين ورحت للاعدادات حقته وغيرتها، شايفين؟ خليتها 50 5 5، تمام؟ الكي 30، الكي خليته طبعا هو اعتقد انه 8، هو يجي 8 3 3، خلوا ما في هنا، خلونا نرجع نشوف الديفولت، فين الديفولت؟ ريست، هذا هو زي كذا، تمام؟ او احيانا يكون هنا 8، هو يكون زي كذا، اشاراته سريعه، اشاراته سريعه، ممكن مع السرعه ايش يصير فيك يا اخوان؟ يصير يعني في زي الارتباك، تمام؟ يعني يربكك شوي. فانا ايش سويت يا اخوان؟ ايش سويت المؤشر؟ بس ضغطت عليه ضغطتين كذا، والكي بيريود خليته 30، شوف، والباقي حطيته 5 5، تمام؟ شوف ايش صار. أنا إيش سويت في المؤشر كذا؟ أنا نعمت الحركة وخليتها حركة منتظمة، تمام؟ وخليت الإشارات أكثر وضوحاً. يعني عندي هنا إشارة، تمام؟ هنا مع الكسر طبعاً، إشارة ناجحة. عندي إشارة هنا ناجحة. عندي إشارة في الباي ناجحة، عندي إشارة في الباي هنا تقريباً ناجحة، عندي إشارة هنا ناجحة، عندي إشارة هنا ناجحة، كل الإشارات ناجحة. يعني ما بقول كل عشان ما ندخل في موضوع ها، خلونا نقول معظم الاشارات ناجحه، تمام؟ فهذه يا اخوان جربوها خاصه على الفريمات الكبيره، تمام؟ على الفريمات الكبيره، يعني بدون مبالغه يا اخوان، اللي بيشتغل على اليومي ويشتغل على هذا الار اس اي، ولكن بشرط تشتغل عليه عند المقاومات الدعم. يعني هنا تعقد صفقتك فين؟ تنظر الى المؤشر هنا في المنطقه دي، فين يا اخوان؟ عند منطقه مقاومه، مو في اي مكان، عند منطقه زي ما قلنا يا اخوان، مناطق الكل زون اللي هي مناطق اتخاذ القرار بالبيع والشراء، تمام؟ فهذا المؤشر بالاعدادات هذه 30 5 5 انا مجربه شخصيا، ممتاز لابعد درجه، يعني فعاليه عظيمه، يعني كتجربه شخصيه، ها
اوكي واحد يقول لي باي حق انت تغير المؤشر كاعدادات؟ مشوها لي يا اخوان، انا اقول لك ما لي حق للامانه اني اغير في اعدادات مؤشر يعني صاحبه معروف وكذا، لكن انا من خلال خبرتي ابغى يعني اخدمكم فيها دي، يعني اعتبروها خدمه وسامحوني اني تعديت على المؤشر وعلى اعداداته، لكن انا شفتها جيده وجربتها، جربوها وشوفوا كيف، تعطيكم اشارات جميله جدا، تعطيكم اشارات جميله جدا. طيب خلونا نغير ال وين ال دقيقه بس، ناخذ مثلا باوند تبغوا باوندات يا اخوان ولا؟ شوفوا ابغى اوريكم بس الاشاره، شوفوا هنا اشاره كويسه، هنا اشاره كويسه، هنا اشاره ممتازه جدا، تمام. هنا مين يقول لي الاشاره اللي هنا على المؤشر؟ هنا كان في دايفرجنس محترم، شايفين السعر قمه اعلى من قمه، واخيرا فاضل قمتين متساويه او اقل من بعض، هذا دايفرجنس سلبي، تمام. والمؤشر متشبع، انتهى الموضوع نزول باذن الله تعالى، تمام. طيب هنا شوف، خاصه يوم يتجاوز العشرين وبعدين يعكس ويكون الازرق فوق الاحمر يا اخوان، ببساطه باذن الله شراء، تمام. هنا بيع، هنا شراء، هنا بيع وانت ماشي، تمام. هنغير الفريم على الساعه. طيب اذا يا اخوان هنا زي ما اتفقنا انه الاستخدامات استخدام الدايفرجنس على المؤشر برضه، تمام، واستخدام التقاطعات اللي هي مثلا الازرق يقطع الاحمر وكل الاثنين تقطع ال20، من الافضل انها تقطع ال20 اشاره دخول. هنا الازرق يقطع الاحمر هبوطا والاثنين يقطعون ال80 هبوطا اشاره بيع، تمام. بس يعني هذه اهم شيء في الاستوكاستيك تقريبا، الاستوكاستيك جميل جدا يا اخوان، يعني انا لو بيقولوا يلا يا ابو رسيل اختار مؤشر من 200 مؤشر، انا بقول لكم اهميته بالنسبه لي انا، اعطينا يا ابو رسيل رشح لنا مؤشر تراهن عليه في مسابقه مثلا من ضمن 200 مؤشر، ماذا تختار؟ اقول لهم على طول الاستوكاستيك، تمام. طيب هذا الاستوكاستيك اهم استخدامه، بس عشان معليش انا بعيد وازيد في الموضوع لانه مهم، اهم استخدامين للاستوكاستيك الدايفرجنس والتقاطعات من نقاط التشبع، من خطوط التشبع، يعني تقاطع من هنا او تقاطع من هنا، هذه شغلتين مهمه. هذه الشغلتين المهمه بالرغم من اهميتها، اهم شيء انك تعرف متى تشتغل فيها، يعني ما تشتغل فيها، يعني بقول لكم شغله، يعني عند الكل زون يا اخوان تستخدمها، عند الكل زون لازم يكون في منطق، مو في اي مكان، يعني بقول لكم شغله، هذا القاع، تمام، شغله بسيطه كذا. الان هذا القاع، تمام، والسعر ما شاء الله تبارك الله هبط كسر ورجع مره ثانيه يختبر، وانا ابغى ادخل من هنا بيع، صح ولا لا؟ ابغى ادخل من هنا بيع، اعطاني الشمعه السوداء هذه البالعه وابغى ادخل بيع. طيب دقيقه، عينك على مؤشر الاستوكاستيك تحت، هل هو يعطيك زخم؟ هل يعطيك قاعد يعطيك زخم للهبوط او تسارع في الهبوط؟ يا اخوان، او انه لا عنده راي ثاني ربما يكون مخالف لرايك. وهذا لانه يا اخوان مش متشبع هنا، يعني زي هذا، ايش سوى السهم؟ ايش سوت العمله دي؟ قامت تتذبذب هنا وبعدين صعد فوق، يعني لو وقف خسارتك هنا كان ضربه، صح ولا لا؟ اذا مهم، يعني مهم انه يعطيني رايه، مهم انه يعطيني رايه، صح ولا لا؟ فانا كثير في الاوبشن، خاصه في الاوبشن كثير استخدم هذا، ليش؟ زي كذا صفقة أنا ما أدخلها بيع. ليه؟ لأنه ما عندي تسارع، ما حيجيني تسارع في الهبوط. بسبب إنه الستوك أستك توه بيصعد، المفروض أنا بدخل بيع، المفروض إنه يكون زي كذا أو زي كذا، صح ولا لا؟
يعني عشان يدعمني في الصفقة، عشان يصير في تسارع زي هذا التسارع اللي هنا، زي التسارع هذا. اوكي يا اخوان، اذا متى يعطيك التسارع؟ شوف سبحان الله، متى يعطيك التسارع يا اخوان؟ اذا كان متشبع هنا يعطيك تسارع في الهبوط. اما اذا انت اوكي صفقتك هنا صح كل زون وكل حاجه تمام، لكن اخينا الفاضل الاستوكاستيك كان عنده راي يخالفك شوي، ما كان يدعمك في اتخاذ صفقه قويه، تمام؟ هذه صفقه ضعيفه، تمام؟ ليه؟ لانه ما حيجي في تسارع. اوكي اعطاني كم نقطه لكن رجع صعد شوي وتعبني بعدين هبط وفي مشكله. طيب ايش باقي معانا؟ باقي معانا الان احد عنده سؤال يا رائد؟ في احد يسال؟ انا ماني شايف الشات وانت قاعد تحرمني من اسئله الشباب صراحه، ابغى اشوفها. ابغى اشوف. لا ما في، ما نحرمك من شيء باذن الله. لكن يعني الاسئله كانت كلها بضمن السياق وانت يعني عم بتعدي عليهم واحده ولا الثانيه. لكن كان في عندنا سؤال من عند احمد يسال ايش الفرق بين الستوكاستيك والستوكاستيك اوسيليتر؟ ما هو الفرق بيناتهم؟ الستوكاستيك العادي والستوكاستيك اوسيليتر. يعني البطيء وهذا. اوكي ما ادري في عندي سؤال اخر، يا ريت اخ احمد بس توضح السؤال. يعني قصده البطيء والسريع؟ اعطيني السؤال الثاني اذا في عبال ما في عندنا سؤال ثاني، في عندنا بخصوص العارض ما كانه في دايفرجنس ايجابي. راح انا وانا اشرح يمكن راح ما ندري. قلت في اشرح. اي شوف انا اعتقد فهمت عليه الاخ احمد اللي يسال. طبعا في الاستوكاستيك، في عندنا الاستوكاستيك الاوسيليتر، الاستوكاستيك اوسيليتر يعني الاستوكاستيك التذبذب. طبعا لربما في عندنا تفصيل اضافي لهذا الامر، ممكن في مؤشر اخر استوكاستيك اوسيليتر. ثانيه واحده بس اظل حتى ارجع للبرزنتيشن اللي عندي. المؤشرات كثير جدا، حتى في ار اس ايز. تماما هذا هو اللي انا عم حاول اوصل له اياه، انه ليس بالضروره كل المؤشرات يعني يكون عندي المعرفه الكامله فيها. لا لا انا ما اعرف التريكس، انا ما اعرفه الارون، ما يعني في بعض المؤشرات انا ما اعرفها صراحه. مو لازم تعرف كل شيء تماما، تختلف يعني الاهم المؤشرات وتعرف كيف تستخدمها فقط. يعني انت ما انت داخل جامعه او انك في اختبار بحيث المؤشرات. لا ابدا. طيب انا راح اجاوب على الاخ احمد، لكن انت بامكانك تجاوب على الاخ علي اللي بيسال هل ممكن استخدام المؤشرات في الستريمات الكبيره مثل الشهري؟ طبعا طبعا استاذ علي، المؤشرات تستخدم على كل الفريمات، وكل ما كبر الفريم كل ما كان اقوى. اعتقد وصلت الاجابه. في اعدادات مقترحه تصلح للاسهم الاعدادات المقترحه بالنسبه للستوكاستيك انا تكلمت عنها، اللي هي تغير بس الكي بيريد 30 والباقي تخليه 5 5. طبعا الموفينج افريج السمبل، تمام؟ وخلاص، وتاخذ اشارات انعم من الاشارات الديفولت. يعني الاشارات الديفولت تكون متشابكه كثيره عارف، هذا لا تحصل على نتائج ادق وابطا. يعني كان هو سريع نقول له هدي شوي، فناخذ نتائج اروق شوي. هذا من خلال تجربه. بالنسبه للار اس اي في عندك استخدامات 9 و7 و14.
طبعا هو الديفولت 14 ممكن نستخدم 7. و7 اذا تبغى تستخدم، خلينا ننزل الار اس اي بس. اذا بتستخدم 7 نروح لعمله ثانيه، خلينا نروح العمله هذه مثلا ونعطيها الار اس اي. شوف هنا 14 هذا الافتراضيه، لو حطيتها 7 تمام، 7 تحاول تستخدم الرسم عليها، يعني بمعنى اخر ترسم زي كذا قمتين تمام، ترسم ترند، ترسم ترند مثلا او ترند بهذا الشكل. هذه فائدة السبعة، ترسم ترند بهذا الشكل، شايف كيف؟ أول ما يخترقوا من هنا شايف كيف؟ على طول صعد، على طول صعد. هذا استخدام السبعة. أنا أحب أستخدم أحيانا الار اس اي 7 مش لمعرفة التشبع أو لمعرفة الدايفرجنس أو لمعرفة الخطوط، الخطوط المنتصف، يعني بمعنى خط المنتصف هذا 50، لا ارسم عليه بهذا الاسلوب بالضبط، ارسم ترند زي كذا بالضبط زي ما احنا شايفين. اول ما يخترقوا من هنا يعطيني اشاره مبكره تمام انه ممكن يصعد. يعني هذا هذه الاعدادات المقترحه بالنسبه للار اس اي وبالنسبه للستوكاست. اما الماك دي يا اخوان لا حد يغير فيه شيء، خليه زي ما هو الماك دي. تفضل رائد. جزاك فضلك. طبعا في عندنا الخط الازرق والاحمر في الاستوكاستيك ترمز لايش؟ هذه احنا طيب بالنسبه للسؤال هذا، دقيقه بس خلينا نجيب لك المعادله حقتها. هذه شغلتك عاد يا رايد. الحين السؤال هذا لك، لانه هذا سؤال زي ما تقول يبغى له تفصيل، وانا ابغى يعني اختصر عليك الموضوع كيف تستخدمها فقط. اما طبعا الستوكاستيك معروف يعني يتكون من خطين الكي والدي، والكي له معادله والدي له معادله وشغلتها. الكي هو السريع والدي هو البطيء، والفكره هي دائما نحن نستخدم مؤشر الزخم، مؤشر الفكره فيه او مؤشر الستوكاستيك هو الاختلاف ما بين هذين الخطين، خط الكي وخط الدي. كلاهما يكون بموضع الاوفر بوت، وكلاهما يكون بموضع الاوفر سولد مع بعض، وتقاطعاتهما مع بعضهما البعض ايضا تعطي اشارات، فهي كما تكون يعني خلينا نقول متوسطات الى حد ما، ولكن كل واحد فيهم له معادلته الخاصة به. فذكرت لكم انه في عندي معادلة خاصة ب K ومعادلة خاصة ب D، وهي الاعدادات اللي انت تضطر انك تدخلها عندما تدخل الى على الام تي 4، يعني بدك تضطر تدخل شو قيمة قراءة K وشو قراءة D. فبالنسبة ل K و D، ف K هو عبارة عن يدخل فيه سعر الاغلاق الحالي اعلى ادنى المستويات واعلى سعر، يعني ادنى سعر اعلى سعر خلال الفتره اللي انت محددها لكي، وسعر الاغلاق اللي انت موجود فيه. بينما دي فبيكون في عباره عن اعلى سعر خلال المده المحدده مع ادنى سعر خلال المده المحدده، وعلاقتهم مع الكلوزنج برايس، فيعني مثلا هو الكلوزنج برايس ناقص اعلى سعر خلال هذه الفتره، والكلوزنج برايس او اعلى سعر ناقص ادنى سعر، بالتالي بتصبر عندي معادلتين مختلفات. فالكي والدي هم المتوسط قراءات هذه هذه او عباره عن هذين الخطين يتشكلان من المعادلات اللي ذكرتهم. المعادلة الأولى تتعلق بالأعلى وأدنى الأسعار، والمعادلة الثانية تتعلق مع بإغلاق سعر الإغلاق. عندما يتشكل عندك هذين الخطين، الآن كلاهما يتقاطعان مع بعضهما البعض، وكلاهما يتقاطعان مع مستوى الصفر ويتذبذبان، يعني في تذبذب ما بين قراءة الصفر وقراءة المية. ليش اسمها مؤشرات تذبذب؟ لأنها تتذبذب ما بين صفر ومئة،
هذه هي المقياس تبعها، ان هي مقياس التذبذب ما بين 0 و100، فكل ما كنا قريبين من المية يعني اشارات انعكاس، وكل ما كنا قريبين من الصفر ايضا اشارات انعكاس. وعندما تتقاطع هذين الخطين بين بعضهم البعض ايضا يعطيك اشارات للتقاطع، اشارات للبيع والشراء. تمام. عموما احنا في استخدامات المؤشرات، علشان الوقت ضيق ما نبغى يا استاذ علي ندخل في تفاصيل المعادلات. المعادلات ممكن واحد يقراها، ممكن واحد يبحث عنها ويستفيد منها. تمام. طيب يا اخوان، باقي معانا الماك دي، والماك دي خلوني بس استعرضه لكم في هنا مثلا منصة ثانية. الماك دي يا اخوان مؤشر متأخر، تمام، من المؤشرات اللاحقة، وهو يعتبر مؤشر اتجاه. تمام يا اخوان، مؤشر اتجاه يعني ولو استخدامات، يعني ما يسبق، ما يعطيك تنبؤ مبكر لحركة السعر، لكن يوصف لك الحركة، يعني يقول لك والله أنا في اتجاه صاعد. يعني أنا أقول لك هنا المنطقة هذه، المنطقة هذه، هذا الصغير اللي من هنا لين هنا بس، هذا الاتجاه فيها إيش يا أخوان؟ صاعد، الاتجاه هنا صاعد ولا هابط؟ بناء على مؤشر الماكدي، بناء على مؤشر الماكدي الاتجاه صاعد. ليش يا أخوان؟ طيب، مؤشر الماكدي يتكون من خطين متوسطين، هذا اللي شايفينه الأزرق والأحمر، وعندنا خط المنتصف. تمام، عندنا خط منتصف مهم جدا في مؤشر الماكدي، وعندنا خطوط الأعمدة أو أعمدة الهيستغرام. كل واحد من هذه يا أخوان له إشارات في البيع وفي الشراء. تمام، كل واحد فيها له إشارات في البيع والشراء. أول شيء يا أخوان، إذا كان المتوسطين، تمام، خلونا نشوف إعداداتها. شايفين إعداداتها 12، الماك دي نفسه الخط 9، وعندنا 26 و12، هذه متوسطات، واحد سريع واحد بطيء. تمام، اللي هو البطيء 26 والسريع 12. عشان تعرفون ألوانها، الماك دي هذا اللي باللون الأحمر، وال الانستغرام طبعا بالاحمر، تمام، واللي بالازرق هذا ال 26 وخط الزيرو طبعا. طيب يا اخوان، عندنا اول اشارات في التقاطعات، التقاطعات هذه بسيطه جدا يعني واضحه. تمام، الاحمر هذا يا اخوان خط الماك دي، اذا قطع الخط الازرق اللي هو متوسطات، خلونا نعتبره متوسطات، تمام، اذا قطعها هذا سلبي. اوكي، طيب يا اخوان، اذا كان الخط الاحمر تحت الازرق هذا اتجاه هابط، يعني عندنا المنطقه دي كلها بناء على القراءه المنطقه هذه كلها هابطه. ليش؟ لانه شو شايفين كيف. وبرضه في حاجه يا اخوان، متى ما تقاطعت، خلونا ننسخها بس المنطقة هذه الصغيرة. شوف هنا وقت التقاطع بالضبط، هو نفس الوقت، ها، ونفس وقت دخول الأعمدة الماك دي إلى اللون الأحمر، يعني انتقالها من الإيجابية إلى السلبية. شوف هنا التقاطع هنا إيجابي، تمام، تقاطع الأحمر مع الأزرق هو نفس، تمام، هو نفسه يا اخوان بالضبط بالملي، هو نفس دخول خطوط الاعمده الهيستغرام الى اللون الاخضر الايجابي. تمام، وهنا نفس الكلام، شوف لما تقاطع هنا على طول قلب احمر، حتى التقاطعات هذه اللي هنا، تمام، نفس الكلام. طيب يا اخوان، اذا كان اعمده الهيستغرام هذه بالاخضر، تمام، ايجابي. طيب اذا كانت بالاحمر سلبي. إشارة الدخول، أحد إشارات الدخول على الماك دي، تمام، التقاطع هنا هذا إيجابي، التقاطع هنا سلبي، ماشي الحال يا أخوان؟ بس إنه متأخر. طبعا متأخر يفيدك في إيش؟ يفيدك في التالي، البقاء في الصفقة، تمام،
البقاء في الصفقة. يعني ايش البقاء في الصفقة؟ انا هنا في المنطقة دي، في المنطقة دي شاري مثلا داخل بوزيشن، تمام؟ هو قاعد الى الان يقول لك خليك في الصفقة، خليك في الصفقة لا تطلع، الاتجاه صاعد باذن الله، تمام؟ هذه من اهم استخدامات الماك دي، انه يقول لك خليك في الصفقة لا تطلع. اوكي انا متأخر بس اقول لك خليك في الصفقة، الى الان الاتجاه عندك صاعد، هو مؤشر اتجاه، تمام؟ واشاراته يا اخوان، اشارات الشراء والبيع فيه كثيرة. يعني عندنا اول شيء التقاطعات هذه، هنا في تقاطع، التقاطع هذا ما ادري واضح التقاطع، خلونا نخليه بالبرتقالي، انا كثرت عليكم الخطوط، هنمسح شوي. هنا يا اخوان التقاطع هذا، هذا يعطيك اشارة ايش؟ اشارة خروج او اشارة بيع، تمام؟ التقاطع هذا ايضا يعطيك اشارة خروج، ممتاز. طيب اشارات الشراء، اشارات الشراء عندك هذه، هذه اشارة شراء. طيب في اشارة ثانية، اذا نفس الخطين هذه تقاطعت مع خط الصفر، هذه اشارة شراء برضو، يعني زي هنا بالضبط، هذه اشارة شراء، شايفين كيف؟ شوفوا يا اخوان الاشارة فوق، شايفين كيف يا اخوان؟ صعد، ممتاز. طيب بقاؤه بالاحمر هنا، المنطقة هذه اللي بالاحمر كلها، خلونا نظللها لين هنا ونطلع معاه فوق. هذه المنطقة لو انت دخلت بوزيشن، يعني دخلت صفقة بيع في المنطقة الصفراء هذه كلها، قاعد يقول لك انا هابط، انت في اتجاه هابط، خلاص اذا عندك صفقة احتفظ. يا اخوان عندنا مشكلة، احنا عندنا مشكلة، اذا بدأ الربح نبيع، اذا بدأ الربح يزيد نبيع، واذا وقت الخسارة نظل في الصفقة على امل طبعا انه يرتد، نظل في الصفقة على امل انه يرتد. الماك دي ممكن يخدمك في الكلام هذا، انك والله خليك في الصفقة، اذا انت بايع من فوق، اذا انت بايع، انت بايع من هنا مثلا، خليك في الصفقة. انا الماك دي كان يقول لك انا هابط، الاتجاه هابط، ممكن متى تقفلها الصفقة؟ تقفلها هنا. ليش تقفلها هنا؟ لانه الماك دي خلاص دخل ايش؟ تقاطع من تحت. طبعا التقاطع هذا يا اخوان هو عبارة عن دخول أعمدة الانستغرام فوق خط الصفر، يعني في نفس اللحظة اللي تقاطع فيها تدخل أعمدة الانستغرام فوق خط الصفر، تمام؟ طيب ايش الاستخدامات الثانية؟ ايش الاستخدامات اللي ممكن تخدمني فيها؟ تناقص أعمدة الانستغرام، تمام؟ تناقص أعمدة الانستغرام، بمعنى يا اخوان خلونا ناخذ مثال مثلا هنا، كده هذه في المنطقة هذه، معلش. طيب أعمدة الانستغرام هنا قاعدة ايش؟ قاعدة تتناقص، شايفين كيف يا اخوان؟ يعني كل عمود، العمود اللي بعده أقل 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 أقل، هذه إشارة إيجابية، من الإشارات الإيجابية، من الإشارات الإيجابية، انه قاعد والله قاعد يتناقص، معناته انه ممكن يدخل، شوف كيف ممكن يدخل فوق الصفر هنا، تمام؟ ويبدا يدخل لي في الايش؟ ويبدا يتقاطع ايجابيا. هذه احد الاستخدامات. طيب عندنا، هل السؤال، هل اقدر اشتغل على الدايفرجنس؟ نعم، من اقوى الدايفرجنسات يا اخوان، خلونا ونصح التعبير، هو اللي يكون على 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 على, على, على اعمده الانستغرام هذه اللي شايفينها، تمام؟ اذا متى ما حدث معانا دايفرجنس، تمام، فهو قوي، وبرضو الدايفرجنس على الخطوط هذه، هذا دايفرجنس. اذا يا اخوان استخدامات الماك دي، يعني على السريع يا اخوان، احنا يعني ما في وقت، باقي دقائق ونقفل المحاضره، فنبغى نستفيد، يعني نبغى شيء مركز مره، ما نبغى يعني نشرح الخط هذا وشو، والخط هذا وشو، وكيف يتكون، هذا ما هو مجالنا الان صراحه، لأن الموضوع هذا يطول. فأنا أبغى أتكلم بس عن الإشارات. في حاجة مهمة، يعني خلونا نراجع. أول شيء استخدام، زي ما تعلمنا يا أخوان، خمسة استخدامات، تمام؟ من الاستخدامات الخمسة هذه اللي على الماك دي، تمام؟ تقاطعات،
تمام، التقاطعات اللي تتم، هذا واحد. اثنين طبعا تناقص الانستغرام. ثلاثة عندك دخول دخول هنا في المنطقة هذه اللي هي شو اسمه هذا، اللهم صل على محمد، كسر خط، خلونا نسميه كسر خط المنتصف، تمام، كسر خط المنتصف هنا وهنا، هذه كلها اشارات سلبيه. متى تكون اشارات ايجابيه؟ وقت ما يخترق الماك دي ومتوسطه خط الصفر، هذه اشاره ايجابيه قويه. الاشاره الايجابيه الثانيه هنا تقاطع المتوسطات، هذه اشاره حلوه، تمام، اشاره مهمه جدا. يعني خلينا نشوف هنا السار صعد، تمام، واستخدامها يا اخوان في الاستخدام المهم جدا، انه هنا في المنطقه دي طالما انا في الاحمر، طالما انا تحت الصفر بهذا الشكل، المنطقه المظلله دي، فانا يا اخوان في اتجاه هابط. لا، هنا في المنطقه الصفراء هذه لا تعقد اي صفقه شراء نهائيا، تمام. يعني هذه استخدامات الماك دي. طبعا في استخدام للماك دي، خلونا بس نشوف عشان نشوف فريم صغير، يعني هذه استخدام اللي هو في الاختراقات. يقال ان يا اخوانا، يعني بنقول لكم المعلومة مثل ما هي، في الاختراقات تخيل ان الماك دي ممكن يخدمك في الاختراقات. طيب كيف يخدمني في الاختراقات؟ خلوني اجيب لكم مثال واضح. اوكي، هنا هذا المثال جدا واضح، خلوني بس اضبط لكم عشان يكون واضح جدا. طيب خلونا ناخذ المنطقه دي. انا عندي قمه مثلا، انا هنا عند القمه هذه يا اخوان، القمه هذه، وابغى اشوف الاختراق هذا هل هو حقيقي او لا. كيف ممكن اعرف من الماك دي؟ يقول لك بكل بساطه، تمام، بكل بساطه، شفت القمه هذه اللي هنا، حط هذه القمه اللي هنا بالضبط، يقول لك نزل خط وشوف القمه حقت ايش، على الشمعه نفسها، شوف القمه تبع الماك دي، تمام، وشوف الاختراق هنا فين تم بالضبط، الشمعة اللي تم فيها الاختراق هنا، وارسم طبعا خط على القمة على الأسعار، ونفس الخط ترسمه هنا. إذا اخترق الماك دي إذا اخترق قمته في نفس الوقت اللي السعر اخترق قمته، فهذا اختراق حقيقي، تمام. شفنا الاسعار كيف صعدت لين هنا. واضحه يا حبايب؟ طيب نشوف مثال ثاني هنا، مثلا هنا انزل مع الشمعه دي، انزل مع الشمعه هذه، شوف فين تكون القمة حقت الماك دي، ارسم خط الماك دي اللي بالاحمر هذا الصغير اللي هنا، اخترق، اذا هذا اختراق حقيقي، تمام. طيب في استخدامات ثانية، نعم، عندك هنا زي ما احنا شايفين في دايفرجنس، وهنا في دايفرجنس سلبي، هذه استخدامات الماك دي، تمام، هذه استخدامات، يعني بعض استخدامات الماك دي الجميلة جدا صراحة. الآن ممكن نشوف هنا برضو، نرسم الخط هنا، نشوف الاختراق هذا حقيقي ولا لا، انزل معاه، شفت الخط هنا، ارسم خطك وين ما يكون يا اخوان، وين ما يكون القمة هذه، وين ما تكون القمة هذه حقت السعر، شوف الماك دي وين يكون، وين تكون قمته، ارسم عليه خط وشوف هل اخترق هنا ولا لا. اذا اخترق هنا معناته الاختراق هذا حقيقي، تمام. هذا احد الاستخدامات الغير بالنسبه للاختراق، تمام، الغير مشهوره،
يعني ما هي مثل شهرة الدايفرجنس أو تقاطع الخطوط اللي هنا هذه، تمام؟ هذه طبعا مهمة جدا، ولكن هذه معلومة كذا إن شاء الله تفيدكم يا أخوان عن الاختراق، إذا تبغى تشوف إنه في اختراق حقيقي أو لا. بس يا أخوان هذا اللي حبينا نتكلم عنه اليوم، أتمنى أكون أفدناكم، والله يعطيكم العافية، الوقت لا يسمح بصراحة لكن بإذن الله يعني في محاضرات قادمة نحاول نتكلم عن، يا أخوان حتى لو كانت المحاضرة 4 ساعات، تمام؟ إحنا يا أخوان نعطيكم فقط زي الإضاءات أو بعض الأفكار لتحسين تداولاتكم. يعني ودي أنا بصراحة مسوي شخصي، وودي إنه الكل يستفيد، ودي إنه الكل يطلع ربحان يعني على طول الخط كذا، يربح ولا يخسر. طبعا لازم نخسر، لكن نحاول نقلل الخسارة ونزيد فرص الربح ونزيد احتمالات الربح. طيب كيف هذه الأشياء تجي؟ بامتلاك المهارة. امتلاك المهارة، حاول تمتلك المهارة. المهارة قبل ما تمتلكها طبعا يسبقها معرفة، يعني لازم يكون في معرفة. المعرفة قبل ما تمتلكها يا أخوان يجب أن يكون هناك اطلاع، يعني تطلع على الإيش؟ تطلع على أفكار الآخرين. أبو رسيل والله كيف شغال، رائد كيف شغال، الفلان الفلاني عنده استراتيجية أو عنده طريقة كيف شغال، تمام؟ فهذه اللقاءات الويبينارات السيمينارات دائما مفيدة، دائما يعني ما في سلبياتها، بسيطة جدا يعني لا تكاد تذكر، فهي إيجابية للناس اللي يبغى يستفيد، هي إيجابية جدا لأنها تعطيك، إن لم تعطيك معرفة أو تعطيك مهارة فهي تعطيك اطلاع، يعني تطلع على الشغلة هذه، والله ناسبتك، كانت قريبة منك، تمام؟ تحاول أنك يعني تزود المعرفة، تزود التطبيقات، تحاول تطبق أكثر، تفتح شارتات أكثر، وتشوف النتائج بنفسك، لأنه هذا في الأخير ترى هو اللي بينفعك، أنك تشتغل بيدك، تشتغل ترسم بيدك، تلاحظ بنفسك، تكتب وتكتب ملاحظاتك وتسأل دائما وتطبق وهكذا عشان تمتلك المهارة فقط. ولأن امتلاك المهارة في الأخير ايش فائدته يا اخوان؟ يقلل نسب الخطورة، يعني اصلا حتى تصير تخاف من السوق وما تغامر. يعني انا استغربت واحد داخل معي تويتر امس يقول لي بيض الله وجهك، وجهك ابيض ان شاء الله، انا داخل في المارجن. يا اخي ليش تدخل في المارجن يا اخي؟ اوكي كسبنا 230% في العقد، لكن هذا لا يعني انه على طول بنكسب. يا اخي انا عقد قبل كذا كان خسران، ولو دخل معي العقد اللي قبل هذا مثلا يوم خسر كان فلس وخرج من السوق، انتهت اللعبه بالنسبه له. فليش المغامره يعني؟ بالعكس انا كل ما زاد يا اخوان، كل ما زاد معرفتي بالتحليل الفني كل ما خفت اكثر، كل ما قلت لا انا ما بدخل ب 10% 20%، بدخل ب 5%، بدخل ب لا، لانه في احتمالات كثير جدا. يعني المخاطرة في الأسواق يعني شيء عجيب يا أخوان، صراحة يمر علي ناس يدخل في المارجن، يعني ليش تدخل في المارجن؟ ماني فاهم وش اللي حادك تدخل في المارجن.